سيد رئيس قسم الشؤون القانونية، سيد رئيس قسم التخطيط بالمديرية، الأساتذة الأفاضل، السادة الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، رغم أننا اليوم في منتصف هذا الشهر، لكن من جميل عادات المغاربة أن يستمر الاحتفاء بهذا الشهر إلى نهايته. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من أيامه وأن يعيننا على الصيام والقيام. كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيد المدير الإقليمي وعبره السيد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديرية الإقليمية على دعوته لنا كجمعية مدرسات ومدرسي مواد اجتماعيات بمديرية سيدي بنور، اعتبارها جمعية فاعلة ونشيطة داخل الوسط التربوي. كما تلعب دور كبير جدا في عملية التأطير والتكوين لأساتذة مادة الاجتماعيات من أجل القيام بعملهم بشكل أفضل وأنجع على مستوى الأقسام وكذلك على مستوى تدريس التلميذات، لأن المادة أو مادة الاجتماعيات هي مادة حاملة القيم أو حاملة قيم كثيرة جدا، قيم مواطنة وقيم تربية الإنسان. وبالتالي فهذه المادة أو مادة الاجتماعيات، وكذلك كما قال السيد المدير أن بين المنسقين أو بين الفاعلين في هذه العملية أستاذ مادة الاجتماعيات. تحية طيبة، شكرا للأستاذ طريق، شكرا للسادة الحضور، شكرا لكل من تشجع معنا السفر للحضور لهذا اللقاء واليوم التواصلي، شكرا للمديرية الإقليمية بكل مكوناتها، الشكر موصول للسادة الأساتذة، والشكر أيضا موصول للإدارة التربوية ولزملائنا المختصين الاجتماعيين، شكرا لكم جميعا. أيها الحضور الكريم، عندما وجهت لي الدعوة للمشاركة في هذا اليوم التواصلي الدراسي وجدتني أستجيب بدون تردد، لأن الموضوع الذي سأتناوله هو بالدرجة الأولى أعتبره شخصيا ويعتبره باقي مكونات المنظومة التربوية قضيتي الأولى، ألا وهو الهدر المدرسي الذي يؤرق المنظومة التربوية. لهذا اخترت لهذه المداخلة عنوان الآتي: أي دور للمختص الاجتماعي والنفسي في الحد من الهدر المدرسي؟ تشخيص لربما يعرفه الجميع فيما يتعلق بالمسببات ومخاطر الهدر المدرسي ونتائجه، ولكن النقاش من الأفضل أن ينصب حول المقترحات والحلول والسياسات والإجراءات والتدابير المتخذة من مختلف الفاعلين، من مديرية إقليمية، أكاديمية جهوية، وزارة التربية الوطنية، مؤسسات تعليمية، إدارة تربوية، الجمعيات الشريكة، المختص الاجتماعي، ومجتمع مدني، وسلطات محلية وعمومية. رقم فقط يشير إلى عمق هذا المشكل. من أصل كل 100 طفل يلجون إلى السنة الأولى ابتدائي، 13 فقط هم من يحصلون على البكالوريا، ولكم أن تتصوروا هذا الرقم كم هو يؤرق بالنا جميعا كمشتغلين ومهتمين بالمجال التربوي، وأشيرات ومعطيات ومحاور أخرى سأناقشها من خلال هذا العرض الذي هو مسار تتويج لجميع المختصين الاجتماعيين وليس لشخصي فقط. بالنسبة للنقاط التي سأتناول في هذا العرض هي كالتالي أمامكم: السياق والإجراءات المتخذة من قبل المختص الاجتماعي للحد من الهدر المدرسي، ونقطة ثالثة وهي سأخذ نموذج لتنوية حمالة طواكي الإعدادية ونموذج تنوية العونات الإعدادية، ثم الحلول المقترحة.
فيما يخص السياق وانسجاما مع المقتضيات الميثاق الوطني للتربية وتكوين الرامي إلى تدبير المنظومة من منظور لا مركزية ولا تركيز متماشيا مع مشاريع البرنامج الاستعجالي التي جعلت من المؤسسات التعليمية هي نقطة ارتكاز المنظومة التربوية. على حضوري لهذا اللقاء المتميز محسن سمامي رئيس جمعية التضامن للتنمية والتعاون والإدماج الاجتماعي في إطار التربية غير النظامية. تم توقيع اتفاقية في هذا المجال، كانت أول اتفاقية مع الأكاديمية الجامعية للتربية والتكوين لجهة تربية الصداد سنة 2022 من أجل إدماج 38 مستفيد في برنامج الجيل الجديد التربية والتكوين أو سوق الشغل أو مشروع خاص. وفي سنة 2023 تم التوقيع مع المديرية الإقليمية لسيدي برنور برنامج تربية غير نظامية الأساس من أجل إدماج 28 مستفيد وفي المواكبة التربوية ل 40 مستفيدة من مؤسسات العالم القراوي، مؤسسات المركزية للعونات ومؤسسة عبد الخالق الطريس. وفي هذه السنة تم توقيع اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية من أجل المواكبة بمؤسسة نواعمة، وتم توقيع اتفاقية شراكة من أجل حماية الطفولة وفي محورها الخاص محور الأرض المدرسي مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. الحمد لله كان عندنا لقاء زوين مع الوزارة، قدمت لنا عدة مساعدات ومبلغ جد مهم اللي هو 340 ألف درهم من أجل محاربة الهدر المدرسي لهذه السنة. تم السنة الماضية إدماج 38 مستفيد في التكوين المهني وفي المشاريع الخاصة بهم، وعندنا بعض الحالات بعض المستفيدين اليوم معنا غيحكيو لكم على التجربة ديالهم في الجمعية ديالنا. كاينة المستفيدة سلمى حسكي، والمستفيدة كلثوم الورادي، والمستفيد مروان ساجد، والمستفيدة برامج التربية الغير نظامية الأساس هي صادق.